السلام عليكم. محاضرة اليوم تتعلق بالفصل الثامن وعنوانها Solar Thermal Power Plant. في هذا الفصل راح ناخذ الفقرات التالية: تعريف السولار انرجي و Disadvantage of Solar Energy اللي هي مساوئ الطاقة الشمسية، ثم ناخذ السولار راديشن تعريفه، وبعدها ناخذ تعريف عملية السولار ثيرمال كونفرجن، وبعد ذلك ناخذ أنواع الريسيفرز اللي هي مستقبلات الطاقة الشمسية، اللي هي نحن نتعرف على نوع السنترال ريسيفرز والنوع الآخر اللي هي ديستريبيوتد ريسيفرز. والديستريبيوتد مصنفة إلى نوعين اللي هي بوينت فوكس واللاين فوكس. بعدها ناخذ سولار ثيرمال سنترال ريسيفر سيستم، نركز على هذا النوع من الريسيفرات، ثم بعدها ناخذ نتعرف على جهاز او ماذا نعني بالهايلوستاتس، بعد ذلك ناخذ الريسيفرز اللي مستخدمه بمحطات الطاقه الحراريه الشمسيه اللي هي نوع السنترال ريسيفر من النوع الكافيتي تايب، والنوع الثاني الاكسترنال تايب، ثم بعد ذلك ناخذ شلون نحسب الريسيفر افشنسي، وبعدها ناخذ المنظومات الخزن الطاقه الحراريه اللي هي ثيرمال ستورج سيستم. راح ناخذ فكره عن السنجل تانك اللي هو ثيرموكلاين، والديول تانك اللي هو هوت كولد سيستم، وننهي الفصل لهذا اليوم بنحل مثال تطبيقي لمحطه طاقه حراريه شمسيه. السولار انرجي هي تعتبر مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، وهي تجهز الطاقة لكثير من التطبيقات مثل ما مكتوب أدناه. مثلا الطاقة الكهربائية نقدر نولدها عن طريق محطات الطاقة الحرارية الشمسية أو عن طريق الفوتوفولتايك سيلز الخلايا الضوئية. تطبيق آخر اللي هو تكييف المباني والقاعات هي space heating and cooling، التكييف يا اما تدفئة او تبريد. تجهيز الطاقة الحرارية للصناعات بشتى انواعها، تحلية المياه مثل ما مطبق بالفلات بليت سولار كولكترز، وتطبيق اخر اللي هو transportation fuel. مساوئ الطاقة الشمسية اللي هي disadvantage of solar energy، اول فقرة اللي هي very diffuse معناها تتشتت بشكل كبير. الطاقة الشمسية اللي تجي مصدرها من الشمس لما توصل للأرض كثير من التشتت يصير بها. ثاني شيء السايكليك باعتبارها دورية، أكو طاقة شمسية في فترة النهار لكنها تنعدم وغير موجودة في الليل وأثناء الغيوم. often undependable لا يعتمد عليها because of clouds بسبب وجود الغيوم في فصل الشتاء فلا يعتمد عليها. الفقرة الرابعة solar thermal power plant have low overall efficiency، تكون طاقتها او عفوا الكفاءة لهذه النوع من المحطات واطئة جدا، وبالنتيجة فلح تكون شنو large per unit energy output، بمعنى انه لوحدة طاقة منتجة output راح تكون مساحتها كبيرة، وبالنتيجة هذا راح ينعكس على كلفة إنشاء المحطة من هذا النوع. وأيضا فقرة أخرى thermal pollutants تكون ملوثة للبيئة بسبب كونها تحتوي على فيض هائل من الراديشن اللي ينعكس من الهايلوستاتس باتجاه السنترال ريسيفر يونتس، وهذا اللي حنتعرف عليه بعد شوية. لذلك هذا النوع من المحطات اللي هو Solar Thermal Power Plants تكون مناسبة للصحاري البعيدة والمناطق الغير مأهولة بالسكان، حيث تكون الأراضي رخيصة وتكون كبيرة نسبيا، يعني إيجارها يكون رخيص، وأيضا very large collector surfaces ممكن تركيب وحدات مجمعات شمسية كبيرة الحجم.
وأيضا تكون في الصحاري، إنه أشعة الشمس متوفرة على الرغم من كونها دورية، بالنهار موجودة وبالليل ماكو، لكن ممكن الاعتماد عليها. بالنسبة للسولار راديشن، وهو الأشعة الشمسية اللي تكون مصدرها منبعثة من الشمس، بتكون على نوعين اللي هي الدايركت سولار راديشن والديفيوز راديشن. الدايركت يكون مباشرة يسقط على الأرض من الشمس بشكل خطوط مستقيمة أما وغير مشتتة، أما الديفيوز راديشن تكون الأشعة الشمسية اللي تسقط علينا بسبب أو على الأجسام تكون نتيجة تشتتها وانعكاسات اصطدامها من أجسام أخرى. مثلا هذا الشكل أدناه يمثل هذا الخط المستقيم الدايركت راديشن، مثل ما نشوف خط مستقيم مباشرة على الأسطح، على المباني، على المستقبلات من الطاقة الشمسية، على الإنسان وهكذا. أما الإنديركت أو اللي هو الديفيوز راديشن يكون يسقط على أجسام مثل الغيوم، المباني، الأشجار، وينعكس بالنتيجة راح يصير تشتت بي وانعكاسات، فيسمى هذا النوع الديفيوز راديشن. يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية بأحد الطريقتين التاليتين، اللي هي السولار ثيرمال كونفرجن والفوتو فولتايك كونفرجن. الفوتو فولتايك كونفرجن هو تحويل مباشر من طاقة شمسية إلى طاقة كهربائية، مثل ما مطبق بالخلايا الضوئية، وهذا مو موضوعنا لهذا الفصل. والنوع الأول هو موضوعنا للفصل هذا، اللي هو السولار ثيرمال كونفرجن، تحويل الطاقة الحرارية من الشمس. السولار ثيرمال كونفرجن، السولار راديشن از كونفرتد تو هيت، يتم تحويل الطاقة الإشعاع الشمسي إلى حرارة اللي تتم إضافتها إلى دورة الثيرموداينامك لإنتاج الطاقة الكهربائية. فمن الضروري تجميع وتركيز هذه الأشعة الشمسية بطريقة كفؤة للحصول على درجة حرارة عالية لمصدر الحرارة في دورة الثيرموداينامك. The collectors focus، المجمعات واجبها انه تركز الاشعة الشمس او الطاقة الشمسية وتوجهها الى مستقبلات اللي هي receivers اللي تحتوي بداخلها على الوركينج فلويد في داخل دورة ثيرموداينامك. انواع الريسيفرات، type of receivers، اكو نوعين اساسية يمكن تصنيف الريسيفرات، النوع المركزي central receivers والنوع الاخر distributed receivers. مثل ما نلاحظ النوع هذا اللي أشر عليه اللي هو السنترال ريسيفرز، حيث يكون الريسيفر مركزي مركب على برج عالي ودائرة مدائرة موزعة، برايا عاكسة تعكس أشعة الشمس الساقطة وتوجهها نحو مركز الدائرة اللي موزعة عليها هذه الهايلوستاتس البرايا، وبالنتيجة هذا النوع يسمى سنترال ريسيفر كولكت كونسنتريتر، مركز السنترال ريسيفر. النوع الثاني distributed receiver، يا اما يكون بشكل point focus type مثل ما تشوفون هذا النوع اللي هو parabolic dish concentrator، يكون بشكل dish ومركب بالبؤرة مالت receiver، حيث تسقط الأشعة الشمسية على هذا parabolic dish وتنعكس مركزة على نقطة واحدة اللي هو receiver، حيث يستقبل الحرارة وداخله يكون working fluid للدورة. النوع الثاني line focus يكون بشكل بهذا الشكل، اللي هو البارابوليك تراف كونسنتريتر، بشكل بارابوليك تراف ممتد بشكل طويل جدا، وبالسنتر مالته عباره عن بايب يحتوي على الوركينج فلويد اللي يجري بيه، وبالنتيجه اشعه الشمس اللي تسقط راح تنعكس باتجاه هذا البايب، وبالنتيجه البؤره تكون بشكل خط مستقيم. بالنسبه للسولار ثيرمال سنترال ريسيفر سيستم، نشوف هذا الشكل يوضح محطة حرارية شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية. مثل ما تلاحظون بالجانب الأسفل هي دورة رانكن طبيعية اعتيادية، لكن إضافة بسيطة عليها سلاح نشوف شنو هاي الإضافة. وبدل البويلر بالدورة رانكن يكون عبارة عن سنترال ريسيفر مركب أعلى برج ودائر مدائرة على مساحة واسعة، يكون ترتيب الهايلوستاتس اللي هي المرايا، وتكون هذه واجبها
عندما تسقط أشعة الشمس عليها تنعكس بزاوية محددة بحيث تسقط وتركز الأشعة الشمسية على هذا السنترال ريسيفر. فإذا الريفلكتد راديشن هو اللي يسقط على سنترال ريسيفر، وبالنتيجة راح يسخن سطح هذا المبادل الحراري، وبالنتيجة يتحول الوركينج فلويد وعادة يكون الماء إلى بخار بضغط عالي يتجه نحو التوربين ويولد طاقة كهربائية، وبعدها يخرج الستيم المتكثف، يتكثف بهذا المكثف. وعن هذا النوع من المكثفات نوع خاص يكون من النوع الدايركت كونتاكت، وهذا النوع أخذناه ودرسناه بالتفصيل في الفصل المكثفات المستخدمة للطاقة الحرارية، ويكون هذا النوع مناسب للمناطق الصحراوية حيث يتم تبريده بواسطة كولينج تاور من النوع دراي كولينج تاور، وهذا يخرج الماء البارد من نانو من الأسفل الكولينج تاور ويتم بترذيذه وامتزاجه مع البخار، وبالنتيجة يخرج المتكاثف. جزء كبير منه يعاد تدويره داخل الكولينج تاور للتبريد، وجزء بسيط من عنده يندفع إلى السنترال ريسيفر. نشوف قبل شوية قلنا إنه هذه المحطة ملوثة للبيئة بسبب هاي المنطقة اللي دا أشر عليها، تكون بها تركيز الفيض الإشعاعي الساقط على الريسيفر بشكل مركز، وبالنتيجة هذه تكون مؤذية للطيور والحيوانات اللي تمر بهذه المنطقة، وبالنتيجة تكون ملوثة للبيئة. بالنسبة للإضافة اللي قلنا دورة رانكين هذه البسيطة، مثل ما عرفنا قبل شوية إنه هذه المحطات تكون عملها أولا كفاءتها منخفضة، ثانيا تكون سايكليك بمعنى أن الطاقة الشمسية متوفرة فقط في النهار وغير متوفرة في فترة الليل أو في فترة الغيوم، فيجب ضمان عمل المحطة بشكل مستمر حتى لو كانت أكو غيوم أو في الليل، وبالنتيجة يضاف منظومة خزن حراري، واجبها هذه تخزن الحرارة أثناء فترة النهار، وبالنتيجة لما تختفي الشمس تقوم هي تكون مصدر الحراري للتوربين عن طريق منظومة أوتوماتيكية لتنظيم عمل الوركينج فلويد واتجاهات سريانة. فإذا راح تكون الطاقة الحرارية اللي تسقط على الريسيفر راح تخرج بشكل طاقة كهربائية من المولدة، راح تخرج أيضا بشكل طاقة حرارية الكيو ريجكتد من الكولينج تاور عن طريق إخراجها من الكوندنسر، وأيضا طاقة حرارية تتجمع داخل الستورج سيستم. هذا الشيء الستورج سيستم غير موجود في الرانكين سايكل الاعتيادية اللي أخذناها بالفصل الثاني. طيب، فإذا هذه الكيو اللي تسقط على الريسيفر لازم تكون أكبر، أو هي اللي حتكون مجموع الطاقة مثل ما قلنا اللي يتم إنتاج الطاقة الكهربائية من المولدة، زائد الطاقة الكيو ريجكتد من الكولينج تاور، زائد الطاقة الحرارية اللي تتجمع، وبالنتيجة لما تيجي فترة الليل أو الغيوم بشكل أوتوماتيكي يصير تحكم عن طريق غلق وفتح بعض الصمامات، وبالنتيجة الوركينج فلويد بعد أن يخرج من هاي المضخة يمر بهذه الوحدة يأخذ الحرارة المخزنة، وبالنتيجة تحول إلى بخار ويتجه نحو التوربين وهكذا يعاد دورة من جديد. الهايلوستات هو مثل ما تلاحظون من الشكل التالي، هي عبارة عن مرايا كبيرة الحجم، يا أما تكون زجاجية أو نوع من البلاستيك، وواجبها تركيز الأشعة الساقطة الشمسية عليها باتجاه السنترال ريسيفر، ولأن الشمس تتحرك فيجب أن يكون يضاف لهذه الهايلوستات منظومة تراكنج سيستم، وذلك لغرض انه الاستخدام الامثل للطاقه الشمسيه الساقطه عليها. بالنسبه للريسيفر سنترال ريسيفر مثل ما تلاحظون امامكم يكون مركب باعلى البرج وسط المحطه، وتسقط عليه اللي هي الراديشن انرجي فلكس اللي تنعكس من الهايلوستات مثل ما وضح في الشكل 8-4، وهو واجبه انه على مود يعترض الأشعة اللي الساقطة عليه بسبب انعكاسها من الهايلوستات، ويمتص الطاقة أكبر قدر من الطاقة الحرارية وإمرارها إلى الوركينج فلويد اللي هو يقوم بواجبه الطبيعي عن طريق دورة رانكين. نوعين أكو شائعة الاستخدام من سنترال ريسيفر، النوع
الاكسترنال تايب بيكون مبادل حراري مثل ما تلاحظون بالشكل ده، اشر عليه الانابيب طوليه موزعه حول الاسطوانه. والنوع الثاني داخل الغرفه اللي هو الكافيتي تايب، وبالنتيجه الاشعه اللي تسقط عليه من هاي الفتحات، وبالنتيجه الغرض منها رفع الكفاءه الحراريه للريسيفر. بالنسبه للريسيفر افشنسي، تعرف انه الطاقه على ان هي النسبه بين الطاقة الحرارية اللي ممتصة بالريسيفر إلى الطاقة الحرارية اللي تسقط عليه. والفواقد الحرارية من الريسيفر ممكن إدراجها كالتالي: أول فواقد حرارية اللي هي السبلج يسموها، أو الطاقة، وهي الطاقة اللي تنعكس من الهيلوستات باتجاه السنترال ريسيفر لكن ما تسقط على السنترال ريسيفر، تسقط بجانبه، وبالنتيجة هذه الطاقة الحرارية تكون ويست أو لوسز، وهاي سببها أنه عدم دقة التراكينج سيستم للهايلوستات بسبب ممكن تكون رياح سرعة عالية بحيث أنه تحرك الهايلوستات، أو تكون نسبة خطأ معينة بالتراكينج سيستم. كل هذه تؤدي بالنتيجة إلى أنه زيادة الفواقد الحرارية اللي هي سببها السبلج، وبالنتيجة يصير تشتت وعدم انعكاس بعض الأشعة الشمسية المنعكسة، عدم امتصاصها من ناحية السنترال ريسيفر. نسبة الفواقد هذه تكون بحدود أقل من 5%. الرفلكشن لوسز اللي هي الانرجي اللي هي تسقط على سطح الريسيفر وجزء منها يمتص الكبير والجزء البسيط من عندها ينعكس نحو الفضاء الخارجي، وبالنتيجة تكون هاي الانرجي سكاتر منعكسة من السطح الهيت ترانسفير للسنترال ريسيفر. يمكن تقليل هذه نسبة الرفلكشن هذا بطلاء او صبغ السطح الخارجي للسنترال ريسيفر بدهان نوع معين داكن حتى يقربون من خواص البلاك بودي، ويكون هذا الدهان لازم يتحمل درجة حرارة عالية لأنه سطح الريسيفر سطر الريسيفر يكون حرارته عالية جدا. وأيضا هذه الفواقد نسبتها أقل من 5% إذا المصمم بشكل جيد. الفواقد الحرارية الأخرى اللي هي الكونفكشن والراديشن والكوندكشن من السطح الريسيفر. الكونفكشن ينتج بسبب سرعة الرياح energy loss by convection from receiver، سواء بالحمل الطبيعي او الحمل الحر. وهذه الكونفكشن تايب ممكن تقليلها بتغيير تصميم السنترال ريسيفنج، بدل ما يستخدمون الاكسترنال تايب يستخدمون الكافيتي تايب، وبالنتيجه راح يكون السنترال ريسيفر داخل الغرفه وبعيد عن تاثير الرياح. بالنسبه للراديشن لوسز، هي طالما انه سطح السنترال ريسيفر يكون درجة حرارته مرتفعة جدا، فبالتأكيد راح يشع حرارة نحو المحيط الخارجي، وهذه جزء من الفواقد الحرارية. وبالنتيجة نستنتج انه الكونفكشن والراديشن تايب هذين الثلاثين يعتمدان فواقد الحرارية على درجة حرارة سطح السنترال ريسيفر. طيب، بشكل عام الفواقد الحرارية بسبب الكونفكشن والراديشن هيت لوسز تتراوح ما بين 5 إلى 15%، ويمكن تقليل هذه الفواقد أيضا باستخدام نوع الكافيتي تايب. والفواقد الحرارية الأخرى اللي هي الكوندكشن تايب، وتنتج بسبب انتقال حرارة بالتوصيل من معدن سطح السنترال ريسيفر إلى الهيكل اللي يحمل هيكل البرج المعدني اللي هو يحمل السنترال ريسيفر، وبالنتيجة هاي تشكل لك فواقد حرارية تقريبا نسبتها أقل من 1%. بشكل عام الكافيتي تايب ريسيفرز تكون كفاءتها بشكل عام أعلى من الإكسترنال ريسيفر بسبب أنه due to low refraction losses، بسبب تقليل الفواقد الحرارية بسبب الانعكاس and low combined، وبسبب تقليل الفواقد الحرارية بسبب convection والراديشن. طيب، ولذلك الكافيتي تايب سيرفيس سنترال ريسيفر ممكن نقربه الى سميل بلاك بودي. بالنسبه لمنظومه الخزن الحراريه تكلمنا عليها قبل شويه، ثيرمال ستورج سيستم،
energy storage is needed. هناك الحاجة إلى خزن الحرارة في منظومات محطات الطاقة الحرارية الشمسية لإنتاج الكهرباء، بسبب كون تشغيل المحطات في أوقات وجود الغيوم، وأيضا استمرارها بالعمل بالفصول الأربعة اللي هي الصيف والشتاء والخريف والصيف والربيع، وبالنتيجة تكون فترة تواجد الشمس بشكل متباين سايكليك، وأيضا أثناء الليل أيضا نحتاج هذه المنظومة من منظومة الخزن الحراري لضمان تشغيل المحطة بشكل مستمر. هناك نوعين من العزل الحراري، النوع الأول سينجل تايب والنوع الثاني دبل تانك ديول تانك. السينجل تانك اللي يسموه الثرموك، لأن هو خزان كبير داخله مادة تكون سعتها الحرارية الحجمية عالية، وأيضا معامل التوصيل الحراري يكون لازم يكون قليل، وتسمى ثيرموكلاين بسبب أنه هناك تباين حراري بين درجة حرارة الوركينج فلويد أسفلها يفرق بشكل كبير عن درجة حرارة الوركينج فلويد في نفس الخزان أعلى الخزان. يشتغل ضمن تو مودز هذا السنجل تانك، مود التشارجنج مود والمود الآخر اللي هو الديشارج الشحن والتفريغ. بالنسبة للتشارجنج مود، أثناء عمل المحطة قلنا فترة النهار تسقط الأشعة الشمسية، قسم من عندها يولد الكهرباء وقسم آخر يخرج من الكولينج تاور بسبب الكيروجيت اللي تخرج من الكوندنسر، وجزء آخر يتم خزنه في هذا الخزان الحراري اللي هو ثيرموكلاين. وبالنتيجة energy storage takes place by circulating a portion، يتم الخزن بتدوير جزء بسيط من ال working fluid اللي هو يكون ساخن عبر وسط داخل الخزان. هذا بيكون دائما مادة أشبه بالحصو، تكون قلنا ال thermal conductivity مالتها واطية على مود، والسعة الحرارية الحجمية تكون كبيرة جدا، ولضمان لفترة قصيرة يتم خزن أكبر كمية حرارية، ويكون التحكم بغلق وفتح بعض الصمامات. فهنا نشوف الصمام الأسود هذا مغلق والصمام هذا مفتوح على فترة النهار. أما بالديشارج مود فراح يصير عكس اتجاهات الصمامات، يعني هذا الأبيض راح يكون مغلق والصمام الأسود راح ينفتح، وبالنتيجة الوركينج فلويد بدل ما يروح للريسيفر فوق راح يجي يتجه من هذا الصمام اللي كان بالنهار مفتوح، الان اصبح اللي كان بالنهار مغلق اصبح هسه مفتوح، وبالنتيجه الماء البارد يمر عن الى داخل من اسفل الخزان الثيرموكلاين، يمتص الحراره المخزونه بالماده اللي هي الحصو، وبالنتيجه يسخن ويتحول الى بخار ويتجه من اعلى الخزان واتجاه التوربين، وهكذا تعاد الدوره الى المكثف وهكذا. فهذه الديشارج مود، في هذا المود الانرجي اكستراكشن فروم ذا ثيرموكلاين ديورينج نايت تايم اوبريشن از اكومبليشد باي ريفرسينج ذا تشارجينج مود. اذا عكس التشارجينج مود، فبالنتيجه مثل ما قلنا الكولد برايمري فلويد يتجه من الاسفل ويمتص الحراره المخزونه بالخزان ويتجه من الاعلى بشكل بخار يدور التوربين، وهكذا يستمر نحو هذه الدوره المغلقه. بالنسبة للثرموكلاين تانك مثل ما تلاحظون أمامكم خزان كبير بمادة الحشوة اللي هي أشبه بالحصى، وهنا عندك الأنبوب الهوت فلويد وأنبوب الأسفل اللي هو الكولد فلويد، ونشوف هذا الشكل اللي على اليمين اللي هو توزيع درجات الحرارة من الأعلى إلى الأسفل في هذا الخزان. النوع الثاني من منظومات الخزن الحراري اللي هو الديول تانك اللي هو هوت كولد سيستم. نلاحظ هذه الدورة تكون بها خزانين، أحدهم بالماء البارد والثاني يكون تجهيز الماء الحار، وبالنتيجة بالنسبة للتشارجنج مود يتم تفريغ الماء البارد عن طريق خروجه من هذا الصمام المفتوح باتجاه يندفع بهذه المضخة ويتجه نحو السنترال ريسيفر أثناء النهار، وبالنتيجة يجي البخار الساخن أو الماء الساخن عفوا ويتجه
باتجاه الهوت تانك بحيث يجمع الحرارة، وبالنتيجة ما يخرج من هذا الصمام لأنه مغلق، لكن جزء منه يتجه نحو الخزان الحار والجزء الآخر يستمر نحو هذا المبادل الحراري اللي هو بمثابة البويلر في دورة رانكين الطبيعية، وينطي الحرارة إلى البرايمري فلويد لدورة الرانكين سايكل، وبالنتيجة يتجه البخار إلى الباور بلانت التوربينات، وهكذا يعاد من الكوندنسر متكاثف وإلى الأسفل وهكذا. إذا هنا بها دورتين، دورة الستورج سيستم ودورة الرانكين سايكل. في الليل يصير عندك الديشارج مود، يتم عكس الكنترول على الصمامات اللي كانت مغلقة بالنهار تنفتح واللي كانت مفتوحة بالنهار تنغلق، وبالنتيجة راح يصير عندك تفريغ من الهوت تانك بالليل، هذا الصمام اللي كان مغلق بالنهار راح ينفتح، وبالنتيجة الهوت تانك هذا راح يجهز الحرارة بدل الشمس، وذني الصمامات راح تكون مغلقة أثناء الليل، وبالنتيجة هو هذا مصدر تجهيز الحرارة إلى هذا المبادل الحراري اللي هو البويلر براكن سايكل، وبالنتيجة يتجه البارد المتكاثف عن طريق هاي المضخة والدفعة باتجاه الكولد تانك، وبالنتيجة هذا يكون مغلق ما راح يتجه نحو السنترال ريسيفر. طيب خلينا نحل مثال تطبيقي لهذه المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية الحرارية الشمسية. أقصد السنترال ريسيفر سولار ثيرمال باور بلانت يوزز 1000 هايلوستاتس ذات ايتش هاف 50 متر مربع اوف ريفلكتنج سيرفيس اريا. إذا محطة طاقة حرارية شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية تحتوي على 1000 هايلوستاتس، كل واحد من عنده مساحة سطحية مالته 50 متر مربع. The steam plant has an overall efficiency of 27%، الكفاءة الحرارية لدورة الستيم 27%، ويتم توليد طاقة مقدارها 3 ميجا وات بالتوربينات. If the hydrostats receive normal solar radiation at 800 وات بير متر مربع، الفيض الحراري اللي جاي من الشمس يسقط على الهايدروستاتس مقداره 800 وات بير متر مربع في يوم مشمس. احسب الفولوينج اللي هو يريد المطلوب الاول overall efficiency of the solar thermal power plant الكفاءة الحرارية الكلية للمحطة، وثاني the efficiency of energy transmission كفاءة نقل الطاقة الحرارية عن طريق الهايدروستات طبعا to the steam in the central receiver both at peak condition. لحساب المطلوب الاول الطاقة الـ efficiency overall تساوي الباور اللي يتم توليدها بالتوربينات على الطاقة الحرارية الكلية اللي تسقط على الهايلوستاتس، وبالنتيجة هذه الطاقة خلينا نسميها Total Incident Radiation on Hylostat Q Hylostats وتساوي عدد الهايلوستاتس اللي هو 1000 في المساحة السطحية لكل واحد منهم 50 في الفيض الحراري اللي يجي من الشمس اللي هو 800 واط على متر مربع في 10 to minus 6 حتى نحولها إلى ميجا وات، وتطلع النتيجة 40 ميجا وات يسقط من الشمس على كل الهايلوستاتس. إذا الـ overall efficiency للمحطة ككل تساوي الـ power generated بالتربين على الـ QH في 100، والنتيجة الطاقة اللي منتجة بالتربين 3 ميجا وات تقسيم 40 ميجا وات اللي هي الطاقة الساقطة الشمسية على الهايلوستاتس في 100 تطلع 7.5%. وشوفوا مقدار انخفاض الكفاءة الحرارية بشكل عام لهكذا نوع من المحطات الحرارية الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ما تتجاوز 10%. بالنسبة للتوتال انسيدنت راديشن اون سنترال ريسيفر الطاقة الشمسية اللي تسقط على الريسيفرات خلينا نسميها كيو سنترال ريسيفر نرمز لها بهذا الرمز، فالافشنسي ثيرمال ستيم بلانت تساوي الباور على كيو سنترال ريسيفر، فالكيو سنترال ريسيفر تساوي الباور على الثيرمال افشنسي للباور بلانت، وبالنتيجه تساوي 3 ميجا وات تقسيم 0.27 الكفاءه وتساوي 11.11 ميجا وات. اذا كفاءه التحويل تساوي كيو سنترال ريسيفر على الكيو الهايلوستات اللي هي كيو المنعكسه من الهايلوستات على كيو الساقطه على الهايلوستات في 100، وتساوي 11.11 على 40 في 100 وتساوي 27.77%. وبهذا الشكل نكون كملنا الفصل
الطاقة، توليد الطاقة الحرارية من الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية، وشكرا.